الأطفال الصغار ينامون كثيراً. من المفهوم تماماً أنك تشعر بالقلق من حين لآخر بشأن هذا الأمر. هل لدي السرير المناسب؟ هل ينام طفلي في المكان المناسب؟ كيف أجعل السرير آمن؟ كل هذه الأسئلة الجيدة في هذا الفيديو ستحصل على 6 نصائح مهمة تساعد طفلك على النوم بأمان. النصيحة رقم 1: المكان الأكثر أماناً لنوم طفلك هو في سريره الخاص أو بجانب سريرك أنت. ننصحك بأن تضعه في أول 6 أشهر من عمره في غرفة النوم الخاصة بك حتى تتمكن من مراقبة طفلك بشكل جيد، ويمكنك التعود على كل الأصوات. ونحن ننصح بعدم على الأقل 4 أشهر الأولى النوم مع طفلك في سرير واحد. يمكن لطفلك أن تنتهي به المطاف تحت الفراش أو يختنق بالوسائد. أيضاً من غير قصد يمكنك أن تتقلب فوق طفلك دون أن تشعر. هذه الفرصة موجودة بالفعل تحت ظروف طبيعية، ولكن إذا كنت متعباً أو متوتراً على سبيل المثال فإن حدوث هذه الفرصة يكون أكبر. نصيحة رقم 2: توفير فراش مناسب وقوي لطفلك. يجب أن يكون فراش السرير مناسب تماماً. إذا كان هناك مساحة كبيرة بين الفراش وأطراف السرير فيمكن أن يعلق طفلك بين الفرشة وطرف السرير. يجب أن تكون مرتبة الفراش ثابتة وقاسية. إذا كانت المراتب ناعمة جداً فيمكن أن يغرق وجه طفلك بالفرشة ولا يتنفس بشكل صحيح. نصيحة رقم 3: استخدام كيس نوم لطفلك جيد ومناسب. بمجرد أن يبدأ طفلك بالتحرك، ويحدث هذا عادة حوالي 6 إلى 8 أسابيع، فدعي طفلك ينام ضمن كيس نوم جيد. فمع كيس النوم يجب أن تكون فتحات الذراعين وفتحة الرقبة مناسبة لطفلك. إذا كانت هذه الفتحات كبيرة جداً، يمكن أن يغرق طفلك في كيس النوم ولا يستطيع التنفس بشكل صحيح. نصيحة رقم 4: إذا كنت تستخدم كيس نوم لطفلك فلا حاجة غالباً لشراشف أو أغطية إضافية، وإذا كنت تريد هذا فاستخدم أغطية رقيقة. اجعل السرير قصير وثابت، ففي سرير قصير الشكل تكون أقدام طفلك على نهاية القدم بالنسبة للسرير، وبهذا تضمن أن لا ينزلق طفلك تحت الفراش. من خلال وضع طفلك في السرير بثباتية تضمن بأنه لن ينقلب بسرعة وينام لفترة أطول في وضع الاستلقاء الآمن على ظهره. نصيحة رقم 5: دائما ضع طفلك مستلقيا على ظهره في السرير. ضعي طفلك منذ ولادته دائما على الظهر في سريره. هذا يحافظ على وجهه مكشوفا ويمكنه التنفس بشكل صحيح. عندما يصبح طفلك يتحرك فإنه يستطيع بنفسه التقلب من ظهره نحو بطنه. راقب طفلك بانتظام وهو نائم، وفي حال استدار وهو نائم فكن حريصا بإعادته مستلقيا على ظهره، وبذلك قريبا يستطيع طفلك الدوران من ظهره إلى بطنه ثم العودة ثانية بذاته إلى ظهره دون الحاجة إلى قيامك أنت بذلك. لا تستخدم أشياء في السرير تعيق طفلك عن التشقلب والدوران مثل الوسائد الجانبية، وهذا يمكن أن يكون خطيراً حيث يمكن لطفلك أن يدور بوجهه على هذه الأشياء. نصيحة رقم 6: عندما تذهب لشراء مستلزمات طفلك فإنك ستجد أشياء للأسف غير آمنة بالنسبة للطفل الصغير، وقد يبدو الأمر غريباً بعض الشيء، لكن للأسف ليس كل ما يباع أو معروض للبيع هو آمن دائماً. المنتجات التالية لا توضع في سرير الطفل الصغير في المنزل: لحاف أو غطاء السرير، ألعاب أطفال، وسادة جانبية، الوسادة، فرشة الأطفال، ملاءة سرير أو غطاء من المولتون غير نافذ للماء، حامي للرأس. سأضع 6 نصائح لك في لمحة بالترتيب. ضع طفلك ينام في سريره الخاص أو بجانب سريرك. توفير فراش مناسب وقوي لطفلك. استخدام كيس نوم لطفلك جيد ومناسب. جعل السرير قصير وثابت. دائما ضعي طفلك مستلقيا على ظهره في السرير. لا تضع منتجات تشبه الوسادة في السرير.
هذه نهاية الفيديو. هل تريد معرفة المزيد؟ اطلع على موقعنا.